إني أحبك أنت يا بنت أكرم بنتي، يا زهرة قد تسامت في نور أطهر بيتي. النور بالنور يسقى والخير بالخير يأتي، يا بنت بنت حبيبي وسيدي يا ستي. يا سيدة يا سيدة أم هاشم، أم العواجز الكريمة، عقيلة بني هاشم، ألقاب كثيرة كلها كنية يطلقها المصريون حباً فيه السيدة زينب حفيدة رسول الله. يا ستي ده كل يا أم البشائر والفيل، يا ستي ده كل. تعلقت قلوب الشعب المصري بمقام السيدة زينب. يأتي الكثير من الزوار من كافة أنحاء القطر المصري. يتزين حي السيدة زينب قبل يوم مولدها بسبعة أيام. لا يوجد تفسير بعينه لروعة المكان وعبقه. هل المشهد احتفال أرواح بمحبة حفيدة رسول الله؟ أم هو بهجة المكان وأجواؤه؟ أم تكافل اجتماعي بين طبقات الشعب؟ تمر بين صفوف الناس وكأنك في عالم آخر، وجوه كثيرة وأعمار مختلفة ورائحة المكان يحكون قصة احتفاء الناس بمولد السيدة. من أصوات مولد ستنا السيدة زينب الليلة الختامية بنحتفل بذكرها اللي بدها سيدنا النبي، يعني تعني ان انا دي ما لهمش وصف يتوصف بيه، لا يعلم قدرهم الا ربنا سبحان الله وتعالى. واحلى فرح واحلى مناسبه للواحد داي، انا حاسس نفسي وسط قرايبي وسط اهلي. ما بين ترتيل وذكر ومديح تختلط المشاعر، ترقص الارواح مع عميد الإنشاد المصري الحديث الشيخ ياسين التهامي. لأكثر من 40 عاماً يقف الرجل هكذا يسقي محبيه برشفات المديح، وجوه تتحدث أعينها شوقاً وأجسادها تهتز طرباً. ساعات طويلة يقفها المحبون تجعلك تتساءل كيف يتحملون كل هذا الجهد؟ تجيبك عيونهم محبة ووجد ومشاعر فيضة. فلا الوصل يحييني ولا الهجر قاتلي، ولا الموت يأتيني ولا أنت تحجب. هكذا يرسم المولد صورة جمالية لمشاهد استطاعت أن تأسر وجدان الكثير من المصريين من كافة الطبقات والشرائح.